4000 أسرة مصيرها التهجير من مجمع الرجاء السكني الذي يقع في منطقة الحرية ببغداد. إخطار بإخلاء المنطقة تلقاه سكان المجمع، حيث سيتم الاستيلاء على أرضهم عنوة من أجل الاستثمار، وبعلم بلدية الشعلة التي يتبع لها المجمع. 4000 عليها ناس ساكنة، قررنا نسوي فايلات نطوبكم على أساس قررنا نطوبنا، سوينا الفايلات شو بعدين تعالت على شيلونا، شيلوهم. بلدية الشعلة، تفعل على الشيل معبر المجموعة، ما نعرف الفيلم شنو، يكتبون على التبليغ يطلق يام منتهم شو مسوي المنتهم؟ هاي ولاية تالية، واحدة من شيلونا يطلقنا بديل، أو واحدة من خلنا مكانه قاعد ساكت 4000 عائلة وين نروح؟ ما شهر الخير شهر رمضان هذا أبو البركات. قوى أمنية تضغط على أهالي المجمع لإخلائه تحت التهديد، وبمشاركة ضباط عسكريين ومسؤولين لهم علاقة مباشرة مع المستثمر. أول وحدة هو هذا المستثمر، هو الدفع علينا على الساعدي على مود التفليش والهاي. هاي الثلاث مترات رجعنا بهم، ذبوهم ذول الثلاث مترات كفهم كلهم بالسجن، منا ما فلشوا البيوت، يلا كملوا، يلا طلعوا بكفالة 5 ملايين. وهاي كلها عوائل، يعني 4000 عائلة بهذا المجمع، لا مي لا كهرباء، كلها يعني كلها أمورها تعبانة، ويجي علي الساعدي يجي علي الساعدي هنا يط تباليغ، ويجي اسم الساعدي يقول لا التباليغ مو من يمه، وهي التباليغ كلها هو التوقيع من يمه، هو نفسيته علي الساعدي. العائلات التي تسكن مجمع الرجاء تعاني فقرا مدقعا بالأساس، وهي الآن تواجه خطر الطرد دون أن يتم تأمين مأوى بديل لها. احنا موضوعنا امورنا تعبانه، لا خدمات بالخيس بالمطر علينا، فوفوق هاي يوميه تبليغ جاينا، يعني احنا بس نسال العراق بس من يحتاجنا احنا نركض له، ليش احنا شامريننا؟ احنا ليش بس العراق من يحتاجنا احنا نركض له، ليش من ما يحتاجونا يوميه تهديد يوميه بلاغ ويوميه بس. نسوان وزلم جدي وكاتل مال رعايه 200000 شو السد؟ يعني اروح ايجار 500 و400، مين راح ابوق اسلم اقتل؟ يعني ليش الناس تنحرف على غير شغلات؟ ناس كاتله جوع وكاتله ظلم، كلها معوقين وارامل. لم تراعي السلطات المسؤوله خصوصيه شهر رمضان المبارك وما فيه من معاني الرحمه، لتدفع هؤلاء السكان الى مصيرهم المجهول.